اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد، حيث نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ونبدا من اهم العناوين. في الهيئه نت ما تسمى قياده عمليات بغداد تجبر نازحي الموصل على ترك مخيماتهم بالقوه. في المدى الحشد يغادر غرب نينوى باتجاه سبايكر ويستعد لترك الموصل. في كتابات شباب العراق في يومهم العالمي لم يبق لهم سوى الاحتجاج. في الجزيرة نت إردوغان نتعرض لحرب اقتصادية وعلينا مواجهتها. في العربي الجديد خطة تركية لتهدئة مخاوف الأسواق. في القدس العربي وزير الخارجية الروسي يبحث عقد قمة رباعية بشأن سوريا في أنقرة. والختام مع الحياة وفيها عقبات قانونية تحول دون تحقيق وعود حكومة العباد للمتظاهرين. ننتقل الآن إلى زاوية المقالات، والبداية مع هذا المقال الذي جاء في استهلاليته: اللغة الدبلوماسية المراوغة والمخاتلة لكوبيش تشبه لغة بعض رجال الدين وتلاعبهم بالألفاظ عندما يتحدثون عن القضايا السياسية في العراق، فهم مع الشيء وضده، وهي لغة لا يمكن أن توصف إلا بأنها حمالة أوجه، بحسب الكاتبة باهرة الشيخلي في مقال لها نشر في صحيفة العرب اللندنية. فالعراقيون بحسب الكاتبة غسلوا أيديهم من كوبيش بعد أن غسلوها من مرجعياتهم. اللغة الدبلوماسية المراوغة والمخاتلة لكوبيش تشبه لغة بعض رجال الدين وتلاعبهم بالألفاظ عندما يتحدثون عن القضايا السياسية في العراق، فهم مع الشيء وضده، وهي لغة لا يمكن أن توصف إلا بأنها حمالة أوجه. ولعل العراقيين انطلقوا من هذه النقطة في تهكمهم القائل إن كوبيش درس كطالب نجيب للسياسيين العراقيين الفاسدين وبعض رجال الدين الشيعة. سجل العراقيون أكثر من مغالطة في حديث كوبيش ذاك، خاصة عندما تحدث عن الانتخابات الأخيرة. وكوبيش والعالم كله يعلم أن مقاطعة الانتخابات كانت واسعة ولم تشترك فيها إلا نسبة تقل عن 20%، وثبت أنها أقل من ذلك بكثير مع اكتشاف التزوير الواسع فيها الذي تم التكتم عليه واللجوء إلى شتى الحيل لإخفائه. وانظروا كيف يعتبر كوبيش العزوف عن الانتخابات رسالة قوية لعدم الرضا عن الوضع الحالي في إدارة الشؤون العامة، لكنه يستدرك ذلك باللغة المخاتلة ليقول إن إعادة العد والفرز يدويا للأصوات في انتخابات البرلمان العراقي زادت من ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، في حين أن هذه العملية أججت الغضب الجماهيري وأذكت شعلة التظاهرات الشعبية. ومعالجات الإعداد التي أشار إليها كوبيش ترقيعية، ولم يحصل الغاضبون منها إلا على وعود فضفاضة يعرفون مسبقا أنها هواء في شبك، ولو أنها كانت صادقة لعمل العبادي ومن قبله نور المالكي وإبراهيم الجعفري على تحقيقها. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فكيف وقد لدغ العراقيون من الطبقة السياسية العشرات من المرات؟ ثم كيف ستكون الحكومة المقبلة وطنية غير طائفية تشمل الجميع إذا كان مرجعها دستوراً يكرس الطائفية وينبذ الوطنية؟
مفهوم أن يبدو كبار المسؤولين الإيرانيين هذه الأيام في حال شديدة من الخوف والتطير وعدم التوازن، فالعقوبات الأمريكية الجديدة التي بدأت واشنطن بتنفيذها ضد طهران ليست مزحة أو استعراضا للعضلات، إنها عقوبات قاسية في الواقع على النظام الإيراني والشعب الإيراني. سواء بسواء، نحن في العراق ندرك ربما أكثر من غيرنا وطأة عقوبات من هذا النوع، فالعقوبات التي فرضت على بلادنا وشعبنا كانت قاصمة للظهر، آثارها وعواقبها تتواصل حتى اليوم، ومنها أن مقاليد الأمور في البلاد قد وضعت في أيدي مجاميع من سراق المال العام ومزوري إرادة الشعب بدعم وتمكين من الولايات المتحدة التي كانت وراء فرض تلك العقوبات، بحسب الكاتب عدنان حسين في مقال منشور له في صحيفة المدى، حيث يذكر فيه أن العراق ليس محمية أمريكية. نعم، من المفهوم أن يكون كبار المسؤولين الإيرانيين في حال العصاب، لكن ليس مقبولاً أن يدفعهم هذا للتعامل مع العراق كما لو كان محمية إيرانية ومع مسؤولي الدولة العراقية، كما لو أنهم عناصر في واحدة من سرايا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. على مدى سنوات اعتاد مسؤولون في النظام الإيراني التجاوز على العراق ودولته وعلى الشعب العراقي من دون أن يتحرك أي من كبار مسؤولي الدولة العراقية ليحتج أو أقله يعترف. ومنذ بضعة أشهر أثارت تصريحات غير لائقة وغير مهذبة لبعض المسؤولين الإيرانيين ردود فعل قوية في أوساط سياسية وثقافية واجتماعية عراقية، وكنا نأمل أن تعالج طهران عقدتها تجاهنا وتبدأ بالتعامل معنا على نحو مختلف يكرس حقوق الجيرة ويراعي مبادئ السيادة والاستقلال الوطنيين، بيد أننا وجدنا موقفا غير ذلك في الأيام الأخيرة، فالمسؤولون الإيرانيون يصرون على التدخل في الشأن الداخلي العراقي. أكثر من ذلك أن بعض المسؤولين الإيرانيين سعى للابتزاز بمطالبة العراق بدفع ما يسمونه تكاليف الحرب العراقية الإيرانية التي كانت خسائر وأضرار العراق فيها أكبر وأفدح. من غير المعقول أن يراد للعراقيين التضحية بأنفسهم من أجل إيران، وهم في الأساس لم يبقى لهم شيء يمكن أن يستغنوا عنه بعدما نهبت ثروتهم على أيدي القوى المتنفذة في السلطة، ومعظمها ممن له أوثق العلاقات مع إيران وموال لنظامها. من المعروف أن المناضلين الوطنيين الذين يناضلون من أجل قضايا وطنهم وشعبهم لا يرجون أجراً أو عرفاناً عن نضالهم، فهم يقومون بذلك بدافع وطني حقيقي يدفعهم في ذلك ضميرهم الحي وروحهم الوطنية وحبهم لشعبهم ووطنهم، وهذا هو حال جميع المناضلين والمجاهدين على مر العصور والأزمنة. ومن المعروف أيضاً أن من يطلب أجراً أو مكافأة جزاء نضاله يكون أشبه بالمرتزقة الذين ينفذون أعمالاً ويخوضون معارك لقاء مبالغ معينة أو مكاسب أخرى. وفي التاريخ الحديث فإن الزعماء الوطنيين الذين ناضلوا من أجل استقلال بلدانهم وتخليص شعوبهم من الاستعمار وقرعوا المستعمرين وتحملوا الاعتقال والسجن والتعذيب كان ذلك بدافع حب الوطن، عكس تماماً أو عكس تماماً واقع الأحزاب العراقية الحالية، بحسب الكاتب سامي الزبيدي في مقال منشور له في صحيفة الزمان. سياسيو عراق ما بعد الاحتلال وضعوا نصب أعينهم السلطة والمناصب والمكاسب والمال والنفوذ قبل كل شيء عندما سلمتهم أمريكا مقاليد الأمور في البلاد بعد الاحتلال، مع العلم إنهم لم يناضلوا ولم يشتركوا في عملية إسقاط النظام السابق، فالذي أسقط النظام أمريكا، وهم جاءوا على الحاضر
ومع ذلك فهم لم يفكروا بخدمة شعبهم وبناء وطنهم وعماره ونفض غبار سنين الحصار والجور والحروب، بل على العكس من ذلك فقد خانوا الشعب والوطن وسرقوا أموال العباد وثروات البلاد وأشاعوا الدمار والحروب والاقتتال الطائفي والفقر والجوع والبطالة والفساد والسرقات الكبرى، وأهملوا تقديم أبسط الخدمات لشعبهم، ودمروا العلم والتعليم والصناعة والزراعة والخدمات الصحية، وسرقوا حتى عقارات الدولة وعقارات المواطنين، ونهبوا موازنات العراق وأموال المشاريع، وسرقوا نفط العراق، وفرطوا بأرض الوطن ومياهه الإقليمية، وسيسوا الدين ووظفوه لمصالحهم الشخصية والحزبية، وسيسوا القضاء كذلك وسخروه لخدمتهم، واغتالوا الأكاديميين والعلماء والأطباء، وهجروا من بقي منهم ليفرغوا العراق من كفاءاته العلمية والمهنية، فعم الخراب والدمار والفساد والسرقات والفوضى كل البلاد. ويكمل سامي الزبيدي قائلا: لم يكتف هؤلاء الساسة بما قاموا به من جرائم كبرى بحق شعبنا ووطننا، بل عمدوا إلى استغلال نفوذهم وسلطتهم من أجل تشريع قوانين ما أنزل الله بها من سلطان وما أنزلت بها الأعراف من سلطان، فهي تخالف كل الأعراف وكل قوانين السماء والأرض، كل ذلك من أجل الحصول على المزيد من المكاسب والمغانم والأموال. قمعوا الانتفاضة للاستمرار في تهديم العراق. تحت هذا العنوان كتب ولاء سعيد السمرائي مقالا في صحيفة العربي الجديد، قالت فيه ولاء: بدل أن يستمع رئيس الوزراء إلى الاحتجاجات التي انتقلت إلى معظم مدن الجنوب، قتلت القوات الحكومية أكثر من 15 مدنياً واعتقلت المئات. فهل حكومة العباد عاجزة عن تحقيق مطالب المنتفضين؟ هل هو الفساد وحده الذي يمنعها من توفير الخدمات؟ أم أن مهام حكومات العملية السياسية تقتصر فقط على تنفيذ أجندات معينة؟ أي رئيس وزراء يأتي من العملية السياسية المفصلة من المحتل الأمريكي وبرعاية إيرانية لن يتوانى عن قمع أي تظاهرة وحركة احتجاج تهدد وجود حكومته وبرلمانها، كما أن أي رئيس وزراء وحكومة لم يأتي لتقديم خدمات مهما كانت ضرورية أو لبناء وتطوير أي من المجالات العامة، بل شاهد العراقيون 15 عاما كيف حرصت الحكومات المتعاقبة على تدمير العراق دولة وشعبا، وحينما ثارت المدن الغربية مطالبة بالخدمات ورفع الحيف عن أبنائها ومدنها بكل سلمية، جاءهم الرد من نور المالكي: أنهوا قبل أن تنهوا، لتقوم الطائرات فيما بعد بحصدهم وقتلهم. ولم تتردد حكومة العباد في قتل المتظاهرين السلميين ومحاصرتهم وردعهم بكل الطرق، برش غازات ومياه ساخنة عليهم. الكاتبة ولاء سعيد تتابع قائلة: إنه عبر مؤتمرات صحفية عقدها أكد العبادي أنه مع المتظاهرين وأنهم سلميون في غالبيتهم، ليعود فيما بعد ويتكلم عن المندسين والبعثيين وتدخل الخارجي. ليس ذلك فحسب، بل إن العبادي بحسب الكاتبة وللتخلص من اتهامه بإهمال قطاع الكهرباء، قدم وزير الكهرباء بنفسه كبش فداء متهماً إياه بالتقصير. أطفال العراق بين الإهمال والأمال، عنوان مقال للكاتب جاسم الشمري نشره موقع عربي 21. فمقابل هذا الاعتناء بالطفولة في دول العالم المعتبرة، نجد ملايين الأطفال المهملين في العراق وفلسطين وسوريا وغيرها، من الذين وقفوا على جثث آبائهم وأمهاتهم وشهدوا لحظات القتل الرهيبة ربما لجميع أفراد عوائلهم، وعاشوا أيضا أيام رعب تحت نيران طائرات ومدافع لا تفرق بين مدني أو مسلح. أطفال العراق
منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى وقتنا الحاضر وقعوا ضحية الاقتتال الخارجي والداخلي ومآسي الإرهاب المتنوع. وفي هذا الملف يقول كيفن واتكنز رئيس منظمة أنقذ الأطفال البريطانية في مقالة نشرتها صحيفة الجارديان الجمعة الماضية إن الأطفال العراقيين الذين عاشوا الحرب يحتاجون إلى مساعدة متخصصة لعلاج الصدمة التي يعانون منها، وإنه بعد عام واحد من استعادة الموصل من الدولة الإسلامية بدأ العمل في إعادة الإعمار، ومع ذلك فبالنسبة للأطفال الذين يحاولون إعادة بناء حياتهم والتعامل مع الخسارة والحفاظ على الأمل الذي يعتمد عليه مستقبل مدينتهم، كانت الاستجابة حتى الآن غير واضحة. هنالك 300 ألف طالب من غرب الموصل لا يزالون يعيشون في مخيمات النازحين. هذه حقيقة حياة الأطفال في مدن الموصل والأنبار وصلاح الدين وغيرها من المدن التي نخرتها آفات الحروب وهشاشة القانون. يكمل جاسم الشماري: هذه هي الحقيقة المؤلمة لواقع حياة أطفال العراق بلا رتوش وبلا مجاملات، وعليه يجب على الحكومة والمجتمع الدولي وكما يريدان إعمار المدن المحطمة عليهما أن يسعيا لإعادة تأهيل أطفال المدن المدمرة على وجه الخصوص وأطفال العراق على وجه العموم، وذلك عبر برنامج وطني تثقيفي ومشاريع تنموية تركز على الصحة النفسية والاحتياجات الإنسانية والمادية لهذه الفئة الرقيقة والدقيقة من المجتمع. وإلا فإننا نحذر من ضياع مستقبل البلاد كاملا مع النشوء السلبي لهذه الشريحة المهمة في ظل ظروف إنسانية قاسية مليئة بالدم والإرهاب والكراهية. روسيا وإسرائيل، علاقة جديدة في شرق أوسط جديد، هكذا يرى الكاتب جميل مطر في مقال نشر له في صحيفة الحياة. فغالبية الذين طلبت الاستماع إلى رأيهم، من وجهة نظر الكاتب طبعا، يقول غالبية الذين طلبت الاستماع إلى وجهة نظرهم قالوا إن مستقبل العلاقة بين روسيا وإسرائيل، وبدأوا بالتأكيد على أن الوضع الاستراتيجي للدولتين لا شك أنه تحسن جدا، وأن هذا الوضع الجديد المحسن سوف يؤثر حتما في تحديد نوع العلاقة بينهما في الحال والمستقبل. ومنهم من اختار التنبؤ بشكل وهيكل الشرق الأوسط الجديد الذي ستتحرك فيه وتتفاعل هذه العلاقة. روسيا من ناحيتها كانت جاهزة للترحيب بإسرائيل شريكا في الساحة الدولية ثم في الشرق الأوسط في شكل خاص. إسرائيل كما تابعتها روسيا من بعد معظم الأحيان ومن قرب في أحيان معروفة، دولة يمكن أن تكون مفيدة لمن يدفع الثمن المناسب وفي الغالب يكون باهظا. عرفنا بالتجربة المؤلمة وعهدنا عبر العقود أنه لا توجد دولة في العالم إلا وكانت لها حاجة عند واشنطن. عرفنا أيضا وبالتجربة المؤلمة أن الثمن الذي دفعته دول عربية خلال صراع السبعين عاما كان فعلا باهظا، ونسمع أن دولا آسيوية وفي أمريكا الجنوبية تكاد تكون أقامت علاقة دولية ثلاثية تختص فقط بهذا الشأن. نستطيع طبعا أن نتصور حجم المساومات التي جرت في الشرق الأوسط أخيرا، آخذين في الاعتبار أن روسيا تساوم إسرائيل للحصول على تعاونها في قضايا تمس مصالح روسيا استجدت مع تدخل روسيا في سوريا في عام 2015، وتعاونها في قضايا تمس طموحات روسيا في الشرق الأوسط، أي فيما هو أوسع كثيرا من الدائرة السورية الإيرانية. يتابع الكاتب إن أسباب وظروف عدة تجعلنا نتوقع علاقة أقوى بين روسيا وإسرائيل بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص. تزداد فرص هذا التوقع مع كل تفسخ داخل معسكر الغرب وكل تدهور في العلاقات العربية. تزداد أيضا مع كل زيادة في مظاهر انحسار الاستقرار الإقليمي وتعدد النزاعات بين دول الإقليم.
في الأخبار المنوعة اخترنا لكم هذا الخبر، حيث دربت حديقة للملاهي بفرنسا 6 غربان دربتها على التقاط أعقاب السجائر والقمامة الأخرى التي يلقيها الزوار مقابل حصول الغربان على طعام. وقام كريستوفي جابوري مدير مدرسة تربية الصقور في متنزه بوي ديفو غرب فرنسا برعاية الغربان 6 وتدريبها على جمع القمامة بمكافأتها بطعام نظير القمامة التي تجمعها كما ذكرت وكالة رويترز. وستحصل هذه الغربان على طعام من وعاء صغير في كل مرة تضع فيها قمامة في صندوق محدد لذلك. ويعتقد العلماء أن الغربان حيوانات ذكية بشكل خاص، وقد أثبتت الأبحاث مهارتها في استخدام الأدوات للحصول على الطعام. يوما بعد الآخر نكتشف أن في هذه الحياة ما يدعونا إلى العجب. الآن ننتقل وإياكم إلى زاوية الكاريكاتير. بنهاية فقرة الكاريكاتير مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. إلى اللقاء.